مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون. ضيفتنا اليوم لالا متكابر. هذه الفتاة مبدعة في مجال حساس وجريء، ولأول مرة مخرجة موريتانية. يا لالا، أنت بدأتي في الإخراج، أنت بعد قاعد اكتشفتي الموهبة في الإخراج؟ موهبة الإخراج ما كانت موهبة عندي ذيك إياها، كنت أصلا نبغي الكتابة، كتابة صحفية، كنت نكتب قعدت نكتب جريدة ينقالها الوطن، هي أول تجربة لي لا كهاوية. وعقب طاني حد فكرة عني علاش كتاباتي اللي نكتب كمقالات علاش ما تم حوالي مشوار قصص ونشارك بهم المهرجان الأسبوع الوطني للفيلم، هو اللي عرفني عليه. التحقت بدار السينمائيين تعرفت عليهم ورحبوا بي، حتى هما قاعد اللي قدموني حتى في مجالي، اول حد نقول انا عنه مسبب في نجاحي وفي نجاحي في مسيرتي وذا كامل كان دار السينمائيين، كانت 2010 بدا 2010 زمن الاسبوع الوطني للفيلم. لا لا، هذا المجال يحتاج ياسر من الجرأة، وخاصة الفتاة ومن أسرة محافظة، ياسر منهم. شو المشاكل اللي واجهتك في أول؟ مشاكل اللي واجهته في أول دخولي لعالم السينما كانوا طبعا الأهل كانوا معارضين، غير قلت لهم فهمتهم القضية شوي شوي، الحمد لله ما خارج لهم ذاك من الكبت كامل، كبتوني لدرجة عني ما فهمتهم عنه لا قصص اللي نكتب في جريدة عني لين حولوا مشوار قصص مكتوبة، وكانوا الممثلين كاملين من وسطي يعني، أنا كانوا أختي والخالي وأنا من نفسي وممثل، كان لا وسطي يعني اللي قريب لي قليل منه حد ما هو من مقربيني. في البداية لين ثار فيلم ضجة وخلق كلام الناس وخلق في المواقع الإلكترونية شمل اللي كلام ما وزين عنه، واحدين علقوا عليه السابق يشوفوا الفيلم ووسائل الإعلام تكلموا عنه، شمل وسائل الإعلام تكلموا عنه السابقين عرض وثار ذاك شمل ضجة، قالوا عنه لا يعود أول تجربة لي وعنه آخر تجربة لي. قال لين جاءوا هون وحضروا عرض الفيلم هون في هذا فضاء التنوع الثقافي، رحبوا بالفكرة وزيانة عندهم اللي شافوا ما شاء الله جاء كم هايل من الناس كان يتحرى عرض الفيلم، كانت ليلة عرضه كانت حكما عنها من أشبه ليالي عروض الأفلام كامل، باللي ناس تتحرى فيلم سمعت عنه سابقها وعرفوا ميعاد الله ينعرض فيه، ورحبوا بالفكرة. أول شيء نكتب فكرة الفيلم، هي أول شيء نكتب فكرة فيلم، ذا فيلم يعالج كذا كذا، عقب ذاك نبدأ نصور القصة، نكتب القصة، عقب ذاك نحولها شور سيناريو، سيناريو هو اللي فيه الحوارات، فيه لقطات شنبتهم زوايا اللقطات، لي البطل لي يقعد قعدته كذا، لي يعود لابس ما كذا، لي يقول كلمة كذا كذا، عود على ذيك الصفة هي اللي تم عليها الفيلم. وش هي سندرا كان بعض القصص تعرضيها على أخصائيين في المجال يخاف شركان هذه؟ انا كان انا الى حد حالا عندي اول تجربه لي كانت مشاعر اخرى، طبعا عرضت على دار السينمائيين، هم اللي فاصلوا لي ايديا ودالوا لي نقاط على الحروف ونعت الماسر مشي. تجربتي الثانيه هي اللي لين صور ان شاء الله عقب اسبوع من حالا، هو اول فيلم افريقي مشترك، كنت مشاركه في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، دخلت امتحان كتابه القصص وفزت به، نجحت في الامتحان انا وخمس رواقي معايا، ولا يعود لهن عدلوا نحن كامل فيلم يعود عنه من إنتاجهم، هو من إنتاج مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ولا يعود تصوير جزائري هو المصور والمخرج كاميروني وأنا ككاتبة السيناريو، لا يعود فيلم وثائقي كاتبين ونعدلوه هون إن شاء الله. الأشخاص اللي مثلوا بالأفلام يتجبرين الفيلم الأول مشاعر أخرى، كانت قلت لك البطالة أختي أصغر مني ومثلت فيها، أنا اضطريت أمثله نظرا لغياب الممثلات، وكان فيه خالتي هو الممثل دور البطل، وكان فيه طفل مولي وآخر قال لا محيطي الضيق كامل، كانوا محارم في الفيلم باللي خالقة لقطة فم دائما يطلب مني عني نبررها، فم لقطة لي طرح ايده على قائمته ذي كاركتي بيطبع عليها ولا تعود عنه والخالتنا وفي الدار ولا حكم انه اخونا ذا كامل طرح ايده عليها ذيك الطرحة وهي اللي ثارت ذاك الكلام. وشاركة في المهرجانات بداية أنا أول مرة نسافر كانت 2011، كنت ماشي مشاركة في عرض مسرحي، كان أول مرة أمثل مسرحية صامتة مع الصم، أنا مولي عندي جانب آخر نشتغل في مجال الصم البك ترجم بلغة الإشارة ومثل معهم، كانت عندنا مسرحية صامتة أول مسرحية موريتانية تشارك في الخارج، كنا مشاركين في مسارح الشارقة ومهرجان الأسبوع الوطني للصم عند الإمارات. سافرنا سابق نسافر طبعا كان في بيلي ما قاعد اسمح لي نشرح حركه للشاشه، قال بعدين تكلمت مع اهل الدار وقلت لهم عني لين سافر وعني في خبر عرض مسرحي،
طبعا راك طلب مني ياسر من شي عني لابد اني من ياسر المشاورات الطريح الاخلاق وياسر من شي هنا اللي تسافر وتمشي في الخارج وحتى هنا قاعد عامله في الوقع حتى اللي احنا نبدا الاعلام نحمل اضرار من زاد المجتمع صح. شوفي شفتي المجتمع نظرته للسينما ينظر لها نظره دونيه عنه ذا اللي نعدلوا عنه روايه خاسره ولا عن المراه ما يلت تظهر في ذا. حتى الراجل لاني شاف واحد اذا ممثل كذا كل شيء معدل روايه خاسره وهي في النهايه كل حد وهوايته ورقبته نحن الملتانيين تربينا عنا كل حد يشتغل الشغله اللي دور والديه والديه يدور الشغلة اللي كانوا يدوروها والديهم وذيك اللي تمون احنا كاملين لين تمون توارثوا حتى الوظيفة فهمتي السينما طبعا جبرت فيها ياسر مشاكل من تقع الى حالا قاعدين كذا الواحد فيهم او شيء مهم السينما وكذا انا ما جبرتها وحرمت بيلي دار سينمائيا مفتتحها ولد الدو نطرح له المفتاح وقالوا عنها لعاتهم خالفه للشريعه ولا شيء انه يقفلها قبل المفتاح هو اللي فاتحها هو من نفسه فهمتي في الخارج السينما الموريتانيه عندها صخب ما هو معقول الناس تبقيها والناس ولا قد يخلق ادنى مهرجان ما جاو دعوات للموريتاني وعاد السينما الموريتانيه حاضره شتي مشاركتي في مهرجان الاقصر داروني ما نعرف الطريقه اللي عاملوني معامله انا من نفسي جيتون قلت لي لين اخسر على راسي حسيت انا فعلا عنه لقاش عنه شتقل وعنه بمجهوده فهمتي اذا قلنا نشبع التشجيع من الناس اللي نشتغل معاهم كي مدير دار السينمائيين عبد الرحمن احمد سالم مدير مهرجان محمد ليدوم والتشجيع من اصحابي اللي انا وهم عندنا نفس الهوايه بينما الناس الاخرى ما عندها هذه الهوايه ولا تخرص من بعيد ولا ايه تنظر لي نظره دوني يوم عني ذا الواحده في عنه فاهمه انه شي ناس قاع حكمان عنها نقول تشمئز منه ولا بدي نقول واحدة انا مخرجه سينمائيه كل السينمائيه نحن عندنا السينما نحن نعرفوا لا سكتشات ولا المسرحيات ولا فهمتي ايه ذا ملي مصاب لهم ايه ذا ملي مصاب لهم بلي نظرا نحن كان عندنا لا الاعلام الرسمي الاعلام الرسمي السينما ما ودعمها ما عرفت القضيه ليش حالا جيتوا انتم الاعلام الحرمه فتنا شفناكم الى راك عرضتوا ولا فيلم واحد سينمائي ما عرف كانكم مستقبل اللي تعدلوه كانوا شنو هو فهمتي معناه انه في الخارج امتن هي ما شاء الله والناس تحترمنا وتبقينا وتقدرنا حتى من هون في الداخل من زمن القراين الشوطه في لات كلهم نقردار اهلهم محافظه ولين محافظه وناتر عليها الباس هو فاهمة ولين تجي شهر المدرسة راعيها لك واحدة ما هي مكياج والتحرر وياسر مش هي ما يقابلتون قردة جاتني فكرة عن نعدل فيلم تخموا واحدين عنه فيلم عنه يتكلم عن الكبت عن معناه المرأة يلا تنعطى لها الحرية هو العكس هو عن المرأة عنها ياك ما يخلق لها انحلال الأخلاق وياك ما تعود بلا أخلاق ولا تقبل مسالك ما هم اللي داروا لها أهلها عنها يعود عندها جو ملائم من قردة انها تعود مستحبه مع وسطها هي مع محيطها الضيق اللي هم اهلها اخوتها كبار منها ووالدتها ايه يعود فما انفتاح بينهم هما بلي هو الانسان لما انسان ما يقتم دائما جابر كبت نقر الدار وخارج الدار لين يجبر اي ملشا خارج الدار دور يرجع له بلي هو جابر كدار في وسط الدار. اذا لا باش تمسك السينما يا اختي اذا خلقني معاها غريب السينما السابق اذا كان هوايتي لا الاعلام اني نعود مقدمة برامج ومقدمة تاذب اللي فعلا كنت في واحدة من القنوات كنت قدم قاع برامج كنت في قناة شنقيط كنت في رمضان قدم برنامج في تلفزيون الموريتان وكان هوايتي كاملة درتها لها في الاعلام قرنين التحقت بها هي عاتية كل شيء عندي بلي جبرتها هي اقرب وسيله للمتلقي انه يفهم القضايا الاجتماعيه بلي ليش روايه ملموسه روايه ما هي لا مكتوبه لا هي قراها ولا هي لا شيء من بعيد من والله كي نقولوا تقرير تلفزيوني عن ظاهره الكبت بذي الحال انا شوفها روايه ممثله تمثيل ذوك وها الناس تتحرك فيه في التعبير بالوجه فيه ايماءات فيه ياسر مش ذوك وها حي راهي هذه هي اقرب شيء نوصل انا به للمتلقي ولا المجتمع الموريتاني في كرتي الناس دائما ما يشوف حد قاعد يشوف شنو مسوي مع المردوديه الماديه المردوديه الماديه الى حالا على الرقم من مشاركتي في المهرجانات وعلى الرقم من الاصداء اللي جبار في فيلم مشاعر اخرى واللي جبار حتى الفيلم اللي ما تصورت الى دارك تشالنج اللي عنه اول فيلم فريق مشترك ما فت الى دارك كرت بيدي مردوديه ماديه نهائيا الممثلين كاملين يمثلوا معايا تطوع سبب عني انا ما عندي الفضل ذكي اني اعطيها الممثل سمعتي دار السينمائيين تنتج لك الفيلم انتاج تصوير مونتاج كورسات الفيلم يقال ممثلين يعنوك انت فاهمه هي اللي فاهمه لابد لي لا اما لان الاول للفضل لين اعطيها رواقيش وذيك ما هي خالقه
والله إما يعني كيف اللي خلق مثل لي خلق يعني الناس اللي نعرف أنا الناس المقربة لي هي اللي مثلت في الفيلم. نتمنى هذه السنوات الموريتانية عنها تنجح هون في موريتان، هي الأولى عن المجتمع يعرف أنها ما هي عنها ما هي رواية عن ولعات خايف من المرأة عنها لا تنشاف عنها تنشاف في الشارع تنشاف في الباتيك تنشاف في الماس تنشاف حتى في البلايص اللي ما باقي بعض بلاصة السالكة من هالمرأة الموريتانية عن ولعات هو المخيوف من عنها دور تنشاف فيهم. نبقي لها الازدهار نبقي لها النجاح. حد عنده نفس هوايتك انت وبدون مستحي قام اوقات هنا اعرف هو قاعد لي نقول كان عنه مستحي بي اللي شفتي مشاركتي انا 2010 كان خارج من العليات انا ومريم عزيزه من الطالب 2010 حوان جاي ومخرج اخرين قالها زينب ما ناسي اسمها كنا لا نحن تلا ربعايا هم المشاركات 2011 كانوا المشاركات لا يعودوا لحقوا سبع مخرجات كان قاعد ذاك المهرجان كنا نقول المهرجان النسائي 2011 المهرجان دي السنة العاقبانة كان في كم هايل من العليات عادوا العليات أكثر مهرجان حتى ورشات اللي نعدلوا على هامش المهرجان كانت ورشة تكوينية الكاميرا أكثر فيها العليات ورشة تكوينية المونتاج أكثر فيها العليات تصوير سلين الكاميرا معروف به للرجال يعني معناها أنا ما شاء الله أنا وشفتي بدأت عنها تتحرر به اللي كانت تحاني لا حد يدفعها حد تشوف رقاش ذوك وها تجهرها على الرواية وعدلها ولين عدلتها أنا وعدلوها وحدات جعل أثرها ياسر من المخرجات ياسر حتى تخرجوا عادوا ياسرات ما شاء الله هون وعدلوا أفلامها إلى تبارك الله وكانوا زينين وجبروا نجاحهم وزادوا مدري رأيك من درك أنت عندك مواهب أخرى خاط السينما عندي موهبة عندي التمثيل عندي الرسم نبقى الرسم ورسم اصلا قاعد نشقل ولا نقعد مع الصم باللي نقريهم وهم يبقوا الرسم قالي عليهم وكانت عندي ديك الموهبه اصلا قالي جاتهم هما انا وهالي هما من نفسهم. شفتي اول تجربه كانت لك مع السينما اول شيء فيلم عدلتي او بديتي بالكتابه ولا بديتي بالتصوير؟ اول شيء بدات بكتابه مشاعر اخرى قال ما كنت همني نمثل ما كان همني التمثيل ابدا شرني على التمثيل كان معايا حد من المشاركين بالفيلم مع ان قالوا الى اين وخذلت وممثلت بطلت وما جاته في الدقيقة التالية وعقب طلب مني عني نمثل له والله لما مثلت له عن الفيلم وعن لا هي لتقع قمت مثلت له هو في فيلمه تطوع من اللي كامل خارج لا تطوع مثلت له هو في فيلمه راعي فيلمي انا مالي قابت عني واحدة مثلت فيه عقب عاد المهرجان ذيك السنة فيها خمس افلام مثلت فيهم اللي علمت كامل وذا كامل ما مشي كنت متمعة دمعه. وش مثلت لك الجائزة اللي جبرتي الفيلم في الاخر؟ الجائزة مثلت لي كل شيء عني نمشي مثل بلدي في دولة أخرى دولة تسونا نحن عاداتنا شنو هما نحن تقاليدنا شنو هما ونحن نتكلموا بلهجتهم هما نتكلموا باللهجة المصرية باللي السينما هم نحن فقنا عليها نحن السينما أنا ما قط شافوا من هالشيء سووا شنو سولوني كان عندنا كرة سولوني كان عندنا التلفزة كان عندنا الإنترنت لباسنا كان نحامله على السودان والله كان هو نفس زينا حتى في المطارات حتى مشاركتي في أي بلدة سولوني أنت سودانية أنت سودانية نقول لهم أنا موريتانية عن السينما هي جسر قد جربة بيننا احنا والناس الاخرى باللي نحن ثقافتنا لين ننقلوها للعالم الاخر الا من خلال السينما نحن عاداتنا ما يعرفهم حتى تقاليدنا ما يعرفهم حتى بينما نحن نعرف عادات مصريين نعرف عادات دول كامل حتى الامريكيين نعرف حتى اذا كامل لا من خلال السينما هي لقطة التعارف بينهم حق بعض وهي جسر التواصل بينهم. عندي الصورة اللي تعرضوا صورة أول يوم في المهرجان كان ملتقى لدارس السينما في القارة الإفريقية كنا نناقش أخبار السينما وكنت أنا نناقش موضوع فيلمي كان معروض كنا نناقشه اللي هو مشاعر أخرى ونناقش قضيته اللي القضية عندهم هما قضية متجاوزة من ذلك ونحن ما زالت عندنا نظاركم زلنا نعالجوها حالا. عندي الشيوخ نقل من قناة النيل ما ليتنعته هذاك نتكلم عن السينما الافريقيه عن الورشات التكوينيه اللي تعرض اللي كنا الورشات التكوينيه معناها كنا نعدلوا فما على هامش المهرجان. عندي الصوره مع يسرى ممثله يسرى ومع المخرج خالد يوسف طبعا جبرت ياسر الممثلين. عندي فيديو وعندي ليلى علوي تتكلم عن تجربتي كانت تتكلم عن المهرجان ليلى علوي كانت معنا في المهرجان وكانت تتكلم عن تجربة لا تمانع عندك الرقاية نيادة الحناوي
جبرتهم وصلت لهم رسالة حتى عن السينما ما شاء الله، ماني ما قعدت معهم ما تكلمت معهم، حتى يسرى من نفسها عندي كلام عنها تتكلم، قالت ان هذه البقعة من الارض اللي اسمها موريتانيا عنها ما كانت شاكة عنها، تعرف السينما المصرية وعنها تفاجأت بيها وعنها زيان عندها افلام سينمائية موريتانية اللي شافتهم. ليلى علوي أم اللي تكلمت قالت عنها زيان عندها في المهرجان، عنها جبرة شباب من أفريقيا وتعرفت عليه، وعن كان من ضمنهم مخرجة شاب بس ما لا متقابل تقدر تعرضوه في كلامها، وعنها متمنية للتوفيق. من درج ما أطرف موقف خلق لك إخراج أطرف موقف في الإخراج ما شاء الله نحن قاعد أهل السينما تبارك الله مواقفنا كاملين طريفة يا قير. ما كنت يوم افتتاح المهرجان شفت الممثلين اللي كنت اخرصهم في التلفزة، ولا كنت نحلم ولا دقيقة واحدة عني قد نجبرهم، معني قاع هم مام اول ممثلين نجبرهم، هم جايين قاع مدعوين للمهرجان ويقعد عندي خلفية ولا قريت منين قريت عن المهرجان عن شيء كم الممثلين يا قير. ومشيتنا مشاركتنا في الامارات بالمسرحية كان من الصدف عن نفس الفندق اللي نحن فيه، نفس الفندق اللي فيه نازلين احنا فيه في متياف الشارقة، انه كان معانا فيه ممثل سلوم حداد واسعد فضة لوزير سالم وابن الوهاج وذوك، وكنا قاعدين انا والصم معايا تمينا قاعدين لين دخلوا علينا هما الاثنين بهرنا فيهم باللي هما ما مجاين للمهرجان فينا حشاين، هما معدين اجتماع خاص بهم هما غير من الصدف وتوف عنهم في نفس عنهم دخلوا علينا، وعندي مولي صور معاهم تعرضوهم. وش الكلمة الأخيرة اللي تقولي للشابة والفتاة عندها طموح؟ الشابة الموريتانية والفتاة الموريتانية نقول لها عنها تعرض أهلها باللي ذاك ما يتواسع، ولاني لين نقول لها عنها تعرض المجتمع، يقال نقول لها عنها ذل تبقي هي وذل اللي حاسة هي عنها تقعد جابرة نفسها فيه، وعن هو هوايته عن هو اللي تنجح فيه حتى قاع خاط السينما. عن احنا ما تقد واحدة تخلقين قال انت تمشي عودي معلم انت تمشي عودي كذا، يعود الاهل والمجتمع هم اللي يفرض عليها الوظيفة، انا هي ذاك اللي تبقى هي واللي حاسة هي عنها تقد تشتغل وتقد تبدع فيه تمشي تشتغل فيه وتمشي تعدله، دون عنها تمس اخلاقها دون عنها تمس دينها، عنها تقد تعدل اي شيء تقد تلحق القمر ما خالفت الشريعة شو سوى وشنو هو، الا ان احنا الموريتانيين كل شيء ينقال ما نقولوا اهنا ذا حرامي قال اهو اهنا ذا ما يلتق تعدل به لعاداتنا وتقاليدنا. مشاهدينا الكرام هكذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج مبدعون، الى ان نلقاكم في حلقه جديده. نشكر المخرجه السينمائيه لاله متكابر.